التموين معروف انه واحد من السلع اللي بتقدمها الحكومه للمواطنين، خاصه انه السلع دي بتدخل كل بيت مصري. لكن مؤخرا وزاره التموين والتجاره الداخليه اصدرت قرار هيزعل كل المصريين بخصوص السكر اللي على بطاقات التموين. يا ترى ايه هو القرار ده؟ هل الدوله هتوقف صرف السلع على بطاقات التموين؟ بانكير نبض البنوك. التموين على مدار سنين طويلة هو السلع اللي كل الشعب المصري بيستناها من شهر للتاني علشان يجيب السلع التموينية اللي بيحتاجها بيته كل شهر، خاصة السكر والزيت، واللي لو حصل فيهم مشاكل أو تأخر صرف هتكون أزمة في كل البيوت المصرية، خاصة بعد ما الدولة خدت قرار من فترة برفع أسعار العيش على بطاقات التموين من 5 لـ20 قرش. طب ايه القرار اللي خدته الدولة بخصوص اسعار السكر على التموين؟ مؤخرا وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الادارة المركزية للشؤون الرقابة على الانشطة السلعية والمعاملات التجارية اصدرت قرار بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بمعدل 2 كيلو لكل بطاقة، والاكتفاء بصرف الحصة الاساسية لحد من تسرب الكميات للسوق السوداء. قرار وزارة التموين بوقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين وصل في الأيام اللي فاتت على كل مديريات التموين والمنافذ التموينية وفروع شركات الجملة، وإصداره جاء بناء على خطاب من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق والحد من الارتفاع المستمر وغير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية اللي بتهم كل المواطنين. طب إيه اللي بتعمله وزارة التموين علشان تراقب الأسعار في الأسواق؟ رئيس مجلس الوزراء وجه الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على أماكن تخزين السلع الغذائية الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الكميات المحتجزة عن الأسواق، وقال إن قرار وقف بيع السكر الحر على بطاقات التموين جاء للحد من التسريب اللي بيحصل في السوق السوداء، خاصة إن سعره كان بيوصل ل 27 جنيه وده حاليا أقل من أسعار السكر اللي موجودة في الأسواق، وبالتالي البقالين كانوا بيبيعوا للتجار وبيتم إعادة بيعه للمواطن بسعر أعلى من السعر اللي أقرته الدولة. مصر حاليا بتنتج سنويا 2.8 مليون طن من السكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر ومليون طن من قصب السكر، بيوصل للمواطن عن طريق المبادرات الحكومية لبيع السلع والسوبر ماركت الكبيرة بسعر بيقارب من 27 جنيه للكيلو. وزارة التموين والتجارة الداخلية قالت ان سعر الكيلو الواحد على بطاقات التموين هيفضل بسعر 12 جنيه و6 قروش، هيتم توزيع كيلو واحد لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية بحد اقصى 6 كيلو للبطاقة، وكانت الدولة بتصرف كميات إضافية من السكر الحر بسعر 27 جنيه للكيلو، بواقع كيلو لكل بطاقة فيها 3 أفراد أو أقل، و2 كيلو البطاقات اللي بتضم 4 أفراد أو أكتر، ولكن هيتم وقف العمل بالقرار ده وهيكون صرف السكر التمويني بس في الأيام اللي جاية. أنا أشرقة أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.